المشروع القومي لتطوير الريف المصري اللي كان ليه دور كبير قوي لدعم اهالينا في الريف المصري، بالحقيقه كان ليه انجازات مهمه جدا خلال النصف الاول، وهو انجازات حياه كريمه النصف الاول من 2024. الجهود اللي قامت بيها المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري كبيره جدا، فخلونا نشوف عملت ايه في خلال السنه او النصف الاول من 2024. من بداية ظهورها في 2019 وحياة كريمة بتضرب أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهلنا في كل شبر في أرض مصر. وصلنا عدد متطوعين لأكثر من 45 ألف شخص بيشتغلوا على مدار الساعة لخدمة الكرة الأكثر احتياجاً من خلال 27 مقر في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنافس بالعشرات موجودة في الجامعات والنوادي الرياضية. وفي 2024 بنستكمل مسيرة العطاء بعد ما قدرنا نقدم خدمات لأكثر من 4 مليون مواطن، وفي آخر 3 شهور بس اشتغلنا بشكل خاص في مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال 4 محاور، وهما الدعم الغذائي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وقطاع الدعم الصحي. في الدعم الغذائي أطلقنا مشروع صكوك الأضاحي للسنة التالية على التوالي، ودعمنا أكثر من 2 مليون مواطن بطرود غذائية، وأطلقنا مبادرة سبيل لإعداد الوجبات السخنة في مطابخ حياة كريمة. وفي قطاع التمكين الاجتماعي أطلقنا حملة استهلاك أقل تأثير كبير لترشيد الطاقة ودعم البيئة، وكذلك أطلقنا حملة تقدر في 10 أيام لخدمة طلاب الثانوية العامة والتخفيف من أعباء الدروس الخصوصية على عائلتهم، بالإضافة لعدد من المبادرات الاجتماعية من بينها التعليم حياة وإنت الحياة ونحن ندعم وكن صديقاً. وفي قطاع التمكين الاقتصادي أطلقنا في حياة كريمة المرحلة الثانية من مشروع سكر البيوت، وقدمنا مساعدات تشييد وإعادة تأهيل المنازل بالإضافة لدعم الحالات الإنسانية. وفي القطاع الصحي أطلقنا 56 قافلة طبية و28 قافلة بيطرية، وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات الطبية المصرية والعالمية. ولأننا مؤسسة مصرية هدفها بالأساس تقديم الخدمة لكل محتاج، ما نسيناش واجبنا الوطني تجاه أشقائنا في غزة، وفي خلال شهور قدرنا نساعد بشكل جعل من حياة كريمة في صدارة مؤسسات المجتمع المدني اللي قدمت أكبر دعم إغاثة لأشقائنا النازحين في قطاع غزة.